السجائر الحمد لله. الإلكترونية بقى هياها دي الأكذوبة الكبرى. أول حاجة لسه ما عليهاش أبحاث كافية، ولكن كل صحيح. الأبحاث اللي طلعت دلوقتي اتقال إن هي زيها زي السيجارة العادية، إن ما كانش أسوأ. فإذا إحنا دايماً أول ما تطلع الحاجة، زمان لما نزلت السجاير في الأول كان الناس دي حاجة فاني ونشرب ونعمل، عرفنا إنها بتعمل بلاوي بعد كده. نفس القصة، وبيقول لك إيه، خد الإلكترونية بدل السيجارة العادية. صحيح. لأ، الحقيقة الأبحاث اللي اتعملت لحد دلوقتي قالت إنها أسوأ من العادية. طب والفيب يا دكتور؟ ما هو بقى الحاجات اللي بتنفجر بقى، والجلسرين واللي هو اللي بيبقى ليكويد نفس كدا. القصة، بصي الفكرة كلها واحدة، احنا في النهاية بندخل نسبة نيكوتين عالية، وده محفز للجهاز العصبي المركزي، فبيعمل لنا حاجات حلوة، نشوة وسعادة وتركيز زيادة وهدوء والكلام ده كله، فأول ما بطلوا يحصل لي مشاكل. فإذا أنا ما ينفعش أعود جهازي العصبي المركزي على حاجة تعمل له دايما حالة تهيج يعني، او حاله نشاط زياده. هو محفز. محفز يعني ايه؟ يخليكي مركزه قوي، يخليكي فطبعا انت تركيزك العادي صحيح. تقولي ايه ده انا ما ببقاش مركز الا لما باخد السيجاره. انما اول ما بيتسحب من جسم النيكوتين بتبتدي الحكايه تتحسن، والتركيز يبقى كويس صحيح. وكل حاجه طيب. بعد فتره طبعا. عايز اسال حضرتك سؤال سريع جدا، فضل. ليه دايما المدخن بيبقى عنده ازمه كده انه حد يكلمه عن الاقلاع عن التدخين؟ يعني طبعا يعني مدمن. نفسي مثلا اقول ان الزوجه تكلم جوزها انه بطل سجاير، بطل بقى. بيقول لك انا بالعكس لما بيسمع كده بيانت. ليه بقى؟ هقول لك ليه، لان هو اساسا مدمن. عامل زي بتاع الهيروين ده، لو شاف حقنه في التلفزيون بيقوم يضرب زي السيجاره بالظبط. فانت كل ما تقعدي تقولي السجاير هو بيتشوق ليها. يعني يبقى كده احنا كفايه كلام عن التدخين عشان اللي بيتفرجوا علينا ما يقوموش يعني يكسروا صيامهم يوم يعني. يشربوا سجاره على الريق بقى. لكن خلينا نقول ان احنا امام فرصه حقيقيه لكل المدخنين للاقلاع. انت امامك فرصه ذهبيه استغلال الشهر الكريم، شهر رمضان، عشان خاطر تقلع عن هذه العاده السيئه، وطبعا وتكون يعني عندك جسم وصحه افضل بكتير. بنشكر طبعا الدكتوره ايمان المراكبي، استاذه طب المخ والاعصاب والطب النفسي بكليه الطب بجامعه عين شمس. شكرا يا فندم لوجودك معنا في صباح العفو كده. ورمضان كريم، وعقبال كده بنيجي في العيد ان شاء الله نعمل حلقه عن الكحك وزياده الوزن وعلاقته بالمخ والاعصاب اكيد.